أثناء سيرك على طول الطريق الجبلي القديم، قد تجد ملجأ دولمين. بالقرب من منطقة استراحة دولمينا، هناك صخور على شكل دولمينا، وتلال حجرية، وأشجار التوت، وأشجار الكستناء، وهم يشكلون غابة. في الماضي، لتجنب حرارة الصيف، ويقال أنه تم استخدامه كمكان للتعلم في الهواء الطلق بواسطة سورام سودان. في ملجأ الدولمين ويوجد أيضاً كرسي لتحقيق الرغبات، التي يجوز للناس الجلوس على الكراسي. وأتمنى لك أمنية شخصية، الاستمتاع بوقت الشفاء منغمساً في التأمل. ولعلكم تستمتعون بوقت ممتع ومفيد، المشي عبر منطقة استراحة الدولمين. حتى أتمكن من المشي في الشارع، الهيكل المنظم فريد من نوعه. طريق سان ماتي القديم في الجبال مكان حار، توفير الكثير من الاهتمام. في هذه الأيام، تم تحقيق الكثير من التطوير في العديد من المجالات، لذلك هناك العديد من المناطق التي دمرت فيها البيئة المحيطة. طريق سان ماتي القديم لقد حافظت على البيئة الطبيعية بشكل جيد وحافظت على مظهرها السابق. إنه يظهر لنا مناظر طبيعية جميلة. الميزة الرائعة لطريق سان ماتي القديم هو الانسجام الجيد من الجبال والبحيرة. يمكن القول أنه مزيج رائع من الجبال والبحيرة. إنه يوفر لنا منظر رائع. في هذه الأيام، تم تحقيق الكثير من التطوير في العديد من المجالات، لذلك هناك العديد من المناطق التي دمرت فيها البيئة المحيطة. طريق سان ماتي القديم لقد حافظت على البيئة الطبيعية بشكل جيد وحافظت على مظهرها السابق. إنه يظهر لنا مناظر طبيعية جميلة. الميزة الرائعة لطريق سان ماتي القديم هو الانسجام الجيد من الجبال والبحيرة. يمكن القول أنه مزيج رائع من الجبال والبحيرة. إنه يوفر لنا منظر رائع. يقع طريق سانماجي القديم، قرية مسقط رأس سانمانونجي، جيل في قرية سوران، أويساري، شيلسون ميون، جوسان غون، شانتشون بوكدو، كوريا. وهو طريق قديم يبلغ طوله الإجمالي 10 ري متصل بالجبل قرية سان ماجي. إنه مسار للمشي تم ترميمه كأنه يرسم على الطريق القديم الذي يبقى كالأثر. طريقة صديقة للبيئة لتصنيع معظم أقسام الطريق القديمة في دعامات خشبية الطوابق. لا يقتصر الأمر على تقليل الأضرار البيئية وإظهار الجمال الطبيعي كما هو. جمال الجبال والمياه والغابات على طول المسار الجبلي القديم هو المكان الذي يمكن اعتباره أبرز ما في جوزان. سد غوسان، الذي تم الانتهاء منه لأول مرة في أوائل عام 1957 باستخدام التكنولوجيا الكورية البحتة، هو رمزي لقد أصبح مصدر فخر للمنطقة. وتعتبر المنطقة المحيطة بالسد أكثر قيمة لأنه يحافظ على النظام البيئي الطبيعي غير المتضرر. تم بناء طريق سان ماتي القديم على طول سد غوسان باستخدام بناء صديق للبيئة الأساليب، يمتزج مع بحيرة سد جويسان. يمكن للأشخاص الذين يزورون طريق سان ماجي القديم الاستمتاع بالجمال الطبيعي لكوريا دون أن تنزعج. الجميع يقع في حب هذا المكان. أينما ذهبت في منطقة جويسان، ستجد العديد من الوديان مع النسائم المنعشة والمياه الصافية والغابات الخضراء. إنه فخر لا يملكه إلا جوسان. تعتبر علامة تجارية تمثل كلين بوسان. أي شخص زار جوسان يعرف أنه الأفضل في البلاد بنظافتها وروعتها الطبيعية في ذروتها. يمكن للجميع أن يشعروا به. في جويسان ولد مكان مشهور آخر يسمى طريق سان ماجي القديم. نسيم الجبل المنعش برائحة الشجيرات يلتقي بالنهر اللطيف نسيم. إذا مشيت في هذا الطريق، يمكنك أن تشعر بالطبيعة كما هي. إذا كنت مع حبيب، فهو مفتوح، لكنه يصبح دورة موعد فقط لكما، مقدمة من الطبيعة. إذا كنت تمشي مع الأصدقاء أو العائلة،
فسوف يتأثر قلبك من خلال الخطوات المتزامنة. يعد طريق سان ماجي القديم أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية، معروفاً على مستوى البلاد.